ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ سنة تالتة ان شاء الله هنكمل مع بعض بقية حل الفاينل ريفيجن، تحديدا موديل تيست 7. هنبتدي بالدايلوج، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. راشد and زياد are talking about their communities، بيتكلموا عن المجتمع اللي هم عايشين فيه. راشد بيقول you seem happy about your community، انت شكلك سعيد قوي على المجتمع اللي انت عايش فيه. زياد قال له yes I do like mine، what about you، وانت ماذا عنك؟ I live in a great community، انا عايش في great community، مجتمع عظيم. زياد قال له واو، فسأله سؤال، فراشد بيقول له because، طبعا اكيد يبقى الاجابة because، يبقى السؤال بواي. يا ترى هو قال له ايه؟ ممكن يقول له ليه من وجهة نظرك المجتمع بتاعك عظيم، او why is it great، ليه هو great، why is it، ايه زايد على الكوميونتي بتاعته، يبقى why is your community great، او why is it great، او why do you think so، ليه بتعتقد، يبقى كذا حاجة ممكن نكتبها وتحسب لكم الاجابة صح. اوكي نقولها تاني، why is great، why is it great، why is your community great، why do you think so، ليه بتعتقد ذلك، اي حاجة من الثلاثة اللي احنا قلناهم تتحسب صح. طيب بعد كده قال له because قال له حاجة، طب احنا مش عرفنا هو قال له ايه، بنبص للاجابة التانية قال له sports activities، معنى كده طالما قال له sports activities النشاطات الرياضية، يبقى هو قال له عشان في نشاطات رياضية، وممكن يقول عشان في نشاطات رياضية كتير، يبقى نقولها ازاي، there are many sports activities، there are many sports activities. طيب بعد كده قال له sports activities، فسأل سؤال تاني قال له there are local facilities، في مرافق محلية for people of all ages، لكل الأعمار، يعني لكل الأعمار في local facilities، فأكيد هو هيسأله يقول له هل ممكن يقول له ايه تاني موجود، ايه الحاجات التانية الموجودة، what else، يعني ماذا أيضا، ايه الحاجات اللي هي موجودة أيضا، what else. اوكي فرجع قال له there are local facilities for people of all ages. طب زياد قال له are there parks and theaters، هل في parks حدائق ومسارح، فهيقول له yes there are، طبعا اكيد طالما زي ما هو قال لي في الاول ان هو great community، يبقى اكيد هيبقى في حاجات كتير، يبقى هيقول له yes there are، yes there are. طب قال له what about yours، yours دي عايدة على المجتمع بتاعه، الكوميونتي بتاعه ايه، قال له ايه، ممكن يقول له it is the same، it is the same، يعني نفس المجتمع بتاعك فيه برضو الحاجات اللي انت قلت عليها دي، ممكن نقول له ايه، it is the same، نفس الشيء. نيجي بقى الجزء الكمبليت، one of the oldest industries in Egypt، من اقدم الصناعات في مصر، is leather industry، صناعة الجلد. leather is حاجة to make many، leather is ايه يا جماعة، is used to، برافو عليكم، is used to يعني بيستخدم، to make many many things، many things، يبقى تاني اختيار things واول اختيار used، such as، بيعمل حاجات كتيرة زي الشوز، الباجز، الشنط، and حاجة تانية يا ترى ايه هي، برافو عليكم، البيلتس، ايه البيلتس دي يا جماعة، الحزام، جمع حزام، احزمة، الاحزمة يعني، البيلتس احزمة. they use حاجة leather، بيستخدموا ايه، soft leather، soft يعني ناعم، طري كده ناعم. they have the best quality and prices، هم عندهم best quality يعني جودة جيدة واسعار كمان جيدة. طب نيجي بقى للقطع، القطع هتحسوا انها صعبة شوية عليكم، بس لازم تتعودوا على القطع الصعبة والكلمات الجديدة. اوكي هنقراها مع بعض. trees have a vital role in our lives، vital يا جماعة هنا معناها ليها دور، طبعا role يعني دور، vital role يعني دور، دور حيوي او دور ضروري، vital يعني دور حيوي في حياتنا. هنا القطعة واضح احنا بتكلم على trees، الشجر. they are the biggest plants on the planet، بيكونوا اكبر نباتات في الايه، في البلانت، في الكوكب. they give us oxygen، بيدونا الاكسجين، shade اللي هو الظل، الود والفروتس والفاكهة. they give life to the world wild life، بيدوا الحياة للحياة البرية، يعني بيدوها لعالم الحياة البرية. they act as a physical filter، يعني ايه they act، يعني بيمثلوا زي، او بتبقى كشكل، يعني ايه عارفين الفلتر اللي بقى في الصور ده، او حاجة شبهه كده، physical filter معناها
منقي فيزيائي بينقي لنا الجو يعني، او مرشح فيزيائي بيرشح الجو بينقيهن. trapping dust، trapping dust يا جماعه يعني بيحاصر التراب، dust يعني التراب، وكلمه trapping جاي من كلمه trap، trap يعني مصيده، اوكي بيحاصر التراب شبه المصيده كده. and taking pollutants from the air، ايه بقى البلوتنتس دي يا جماعه؟ جايه من كلمه بلوشن، انتوا عارفينها كلمه بلوشن، انتوا عارفينها بلوتنتس دي بقى الجديده اللي هي ملوثات، بس كده from the air من الجو. each tree كل شجره removes about 1.7 every year، some of them are known to have some medical benefits، some of them اللي هم عايده على الشجر يعني بعضهم معروف ان هو بيستخدم في الميديكال بنفيتس، فوائد طبيه. research shows that، research يعني الابحاث، shows that within minutes، في خلال، within minutes يعني في خلال دقايق، of being surrounded by trees، لما نحاط يعني في خلال دقايق لما احنا بنحاط بالشجر and the green spaces والمساحات الخضراء، ايه اللي بيحصل لنا بقى؟ your blood pressure drops يعني ضغط الدم بتاعنا بيقل، your heart rate slows يعني معدل القلب بتاعنا بيقل slows، and your stress والضغوطات stress level يعني مستوى الضغوطات بتاعنا comes down بيقل الضغط النفسي يعني. they take in carbon dioxide to slow the rate of global warming، يعني ايه take in؟ take in دي معناها بيمتص، take in بيمتص الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون يعني to slow the rate of global warming عشان يقلل المعدل بتاع الاحتباس الحراري، global warming يا جماعه احتباس حراري. طب all nations، all nations كل الامم كل الدول، over time knew their importance عارفين اهميه and اهميه التريز يعني، and encourage people to grow them وبتشجع الناس ان هم يزرعوها everywhere في كل مكان، and to take care of them ويعتنوا بيهم. نيجي بقى للتيتشرز، التيتشر زينا كده بيعملوا ايه؟ teachers at school do their best بيعملوا بيبذلوا قصار جهدهم to explain their importance to students بيشرحوا أهمية النباتات دي للتلاميذ. trees are sometimes used to refer to unity and strength، هي بيقول لنا الشجر ده ممكن يستخدم ان هو يشير للوحدة والقوة. okay they provide many people with their jobs بيمد الناس بوظائفهم. ازاي يعني؟ many things in our life are made of trees يعني احنا عندنا الشجر دوت ممكن يستخدم، الكاربنتر بيستخدم الشجر، والناس اللي هي بتعمل اساس الفرنيتشرز والحاجات دي يعني بيمد الناس بالجوبس. معظم الحاجات بقى في حياتنا are made of trees such as ايه بقى؟ زي ايه يا جماعه اللي معمول من التريز ده؟ الدورز، الابواب، والويندوز، الديسكس، المكاتب، البيبر، and some medicine وبعض الادويه. نيجي بقى الاول سؤال، The best title of this passage is، أنسب عنوان للباسج إيه يا ترى؟ The tree benefits اللي هي رقم A دي، ولا the trees kinds أنواع الشجر، ولا planting trees، ولا saving trees، ولا إنقاذ الشجر؟ طبعا أكيد the trees benefits اللي هي فوائد الإيه؟ الشجر. Number two، trees give life to the world wildlife biome يعني الشجر بيدي الحياة لعالم الحياة البرية. by ايه بقى؟ by giving them air ان هو بيديهم الهواء، ولا give it space بيديهم مساحة، ولا providing many jobs، ولا acting as a physical filter. طبعا هو احنا قلنا ان هو بيمثل ك physical filter مرشح فيزيائي او منقي للهواء. these are important because ليه الشجر مهم يا جماعة؟ their medical benefits عشان الفوائد بتاعته الطبية، ولا زي فلتر اير عشان هو بينقي الهواء، ولا اي وبي مع بعض، هو واضح طبعا انها اي وبي مع بعض، ولا زي تيك اكسجين، طبعا هم مش اهميته ان هو بياخد، هو ساعات صح بياخد الاكسجين بس دي مش اهميه، ديت عيب فيه يعني ان هو ساعات وقت بالليل بيتنفس زينا فبياخد الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، فطبعا هي اي وبي مع بعض. نمبر 4، where do you think people will plant trees in the future؟ بتعتقد في الفيوتشر الناس هتزرع فين الشجر؟ طبعا بما ان الدنيا كلها اتملت بيوت ومساكن فالناس هتبتدي تتجه للصحراء، يبقى in desert في الصحراء، in desert. how can you infer قلنا تستنتج تعمل deduction كده
from the text that trees is a solution to the pollution problem. نرجع كده للقطعة ونشوف ازاي هي الشجر حل للبولوشن بروبلم، مشكلة التلوث اللي هي الحتة بتاع ان هو، بصوا شايفين كلمة الاحتباس الحراري بالعربي دي اللي قبليها بقى زي تيك، عشان هو الشجر زي تيك، زي دي عادة الشجر يعني. تيكن تيكن دي يا جماعة يعني بيمتص كربون داي اوكسايد، ثاني اكسيد الكربون، تو سلو ذا ريت، عشان يقلل ريت معدل اوف جلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري. اوكي دي رقم خمسة. رقم ستة سامرايز ذا سكند باراجراف، هنعمل سامري للسكند باراجراف اوف ذا تكست ان وان سنتنس، في جملة واحدة. وطبعا احنا ممكن نقول نختصرها او هي سواء الباراجراف الاولاني او الثاني كله بيتكلم عن ذا امبورتنس اوف trees, the importance of trees. نيجي لل chooses. I like number one. I like this colorful blouse. أنا حابة البلوزة الملونة دي. It's bright ولا light ولا big ولا small. Yes, هي letter A, bright. زهية. Number two. We can form the adjective from wood by adding the suffix. يعني عايزين نعمل صفة من wood. هنضيف لها A. فاكرين لما كنا بنضيف لود كلمة السفكس اي ان تبقى وودن، وودن يعني خشبي، طبعا اكيد مش منت ولا اس اي او ان ولا اي ار، هي اي ان اللي في الاخر عشان تبقى وودن. نمبر 3 she turns the laptop on، ولعت اللابتوب شغلته يعني. she didn't take it off ولا switch it off ولا look it up ولا give it up. طبعا اكيد هتبقى لتر بي لان هو بيقول لي هي ولعت او شغلت اللابتوب، يبقى اكيد مش طفته او مش ما شغلتهوش يعني، اللي هي لتر بي. نمبر 4 something used to boil water. تاني something used to boil water is ايه بقى؟ الحاجه اللي بنستخدمها ان انا اغلي فيها الميه. يس برافو عليكم. كاتل. نمبر 5 good people، الناس الجيده. حاجه their friends secrets. secrets يعني اسرار، فاكيد ان هم بيحافظوا على اسرار اصحابهم او يس بيحافظوا على اسرار اصحابهم. يبقى اللي بيحافظ ده يعني ايه حافظ؟ هل هي ليف يغادر، سجست يقترح، سبريد يعني ينشر؟ طبعا اكيد كيب اللي هي يحافظ. نمبر 6 وي يوز ذا بريفكس، حاجه تو فورم ذا اوبسيت اوف ناتشورال، عكس كلمه ناتشورال يا جماعه ايه؟ ام ناتشورال، ان ناتشورال ولا ال ولا اي ار؟ طبعا اكيد ان ناتشورال اللي هي لتر بي. اوكي هنعلم عليها اهو. طيب بعد كده في الكومبليت والكوركت بقى. هاو اباوت واتش ا بلاي، يعني ايه هاو اباوت؟ ماذا عن؟ طبعا ده اقتراح يا جماعه، ودي من ضمن الاقتراحات اللي لازم يجي وراها فيرب وز اي ان جي، فلازم اقول هاو اباوت واتشينج ا بلاي مسرحيه. وخلي بالنا بلاي هنا مش معناها يلعب، لما احط قبل بلاي ايه او ذا تبقى مسرحيه، ذا بلاي المسرحيه، ا بلاي مسرحيه. اوكي طيب my R has just، اول ما اشوف has و just يا اعرف انها present perfect، ولازم اجيب تصريف ثالث لسانج، يبقى sung باليو بدل الاي دي احط يو تبقى sung. number 3 Hannah take an English course next summer. it's arranged، حاجة arranged يا جماعة، واحنا هنا في future، future هعمل future وحاجة مترتب لها، يبقى مضارع مستمر. Hannah is taking an English course. number 4 Wael have to stay up late at his work last night. وائل اضطر ان هو يسهر ماشي عشان يكمل شغله last last night، يبقى هنا اضطرار في الماضي، يبقى بدل have to هتبقى had to. number 5 she is going، ها اول ما الاقي going شروطها going to والمصدر going to والانفينيتيف، يبقى going to take a taxi. بعد كده ال writing الباراجراف يعني عن الريفيو، دايما برضو الريفيو دي حاجه جديده ان احنا نعمل ريفيو، يعني نقول راينا عن الحاجه، عن حاجه سواء بالسلب او بالايجاب، يعني نشوف راينا في الحاجه دي. ريفيو اباوت ا فيزيت تو ذا بيراميدز، بنعمل ريفيو عن زياره، انا زرت البيراميدز وهشوف بقى الحاجات اللي انا عملتها والعيوب اللي قابلتني والحاجات الوحشه اللي قابلتني يعني والحاجات الكويسه، وان احنا بقى ندعو للسياح ان هم يشوفوا البيراميدز، ما ننساش كده. بس اهم حاجه الريفيو مقال نقدي، نقول مميزات وعيوب المكان في البيراميد او الزياره اللي انا رحتها للبيراميدز. اوكي يلا بقى مع السلامه، وان شاء الله اشوفكم في موديل تيست 8 في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.